أهلا بكم متابعي قناة ماسانك تي في في حلقة جديدة من برنامجكم قصة حزب. قصتنا اليوم على حزب عريق على مستوى النضالي والتاريخ السياسي. هو حزب الاستقلال، رمزه الميزان، تأسس سنة 1944، جاء كامتداد لحركة العمل الوطني اللي كانت لسان أو عماد الحركة الوطنية في وقتها لمخاطبة المستعمر الفرنسي والدفاع عن حقوق المغاربة. خرج من هذا الحزب مجموعة من الأحزاب البارزة، ولذكرنا منها الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزب الشورى والاستقلال. تاريخ النضالي والسياسي يحتاج منا لحلقات من أجل سرده. نتكلم على الجانب النضالي ونذكر بعض المواقف اللي بقات مرسومة في الذهن الشعب المغربي واللي عاصر ديك الفترة. البداية كانت من رفض الظهير البربري اللي صدر سنة 1930، حيث رفضته الحركة الوطنية وقالت بأن هذا القرار أو هذا القانون اللي بغات تفرضه فرنسا على المغاربة كان شي شكل خطر عليها ويقسم المغرب ما بين عرب وأمازيغ. وفي 1933 طالبت الحركة الوطنية بأن اليوم اللي تولى فيه السلطان محمد الخامس العرش يولي عيد وطني، وذلك ما تم، حيث الدعوة لاقت استجابة كبيرة من طرف المغاربة وتم الاحتفال بهذه المناسبة بالرغم من رفض السلطات الفرنسية يوم 18 نوفمبر 1933. بعد ذلك غادي يتنفى الملك، وكانت حركية كبيرة من طرف حزب الاستقلال اللي كان كيضم عناصر قوية ورجالات دولة فيما بعد. قدروا نذكروا منهم عبد الرحمن اليوسفي، مهدي بن بركة، أحمد بن لافريج وأسماء أخرى. الحزب غادي يواصل النضال ديالو إلى أن يعود السلطان محمد الخامس من منفاه. سياسيا الحزب شارك في أغلب الحكومات المتتالية أو المتعاقبة بالمغرب، بداية من سنة 1956 تحت قيادة مبارك البكاي. بعد ذلك الحزب هو اللي غيقود جوج حكومات، الثانية والثالثة في تاريخ المغرب، الأولى بقيادة أحمد بن لافريج والثالثة بقيادة عبد الله إبراهيم. الحزب غادي يشارك في الحكومات المتعاقبة التالية، لكن في سنة 1984 غادي يلجأ الحزب أنه يولي في المعارضة بسبب أن هناك بعض الحركية وبعض الرفض في الشارع، إضافة لبعض الأحداث اللي شدها المغرب في تلك الظرفية. سنة 1992 الحزب مشاركة 4 أحزاب أخرى اللي هي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، تقدم الاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، غاديين يشكلوا الكتلة الديمقراطية. وفي نفس السنة غادي يقدموا مذكرة لجلالة الملك الحسن الثاني من أجل تجاوز الجمود السياسي اللي كان حاصل في تلك الفترة. مع حدوث انفراج سياسي الاستقلال غادي يشارك في الانتخابات ديال سنة 1997، وغادي يجي هو الثاني في الترتيب بعد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. سنة 1998 غيكون أحد أطراف الائتلاف الحكومي في إطار حكومة التناوب اللي غيقودها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برئاسة الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي. سنة 2002 غتكون منعطف ما بين حزب الاستقلال ورفيقه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بسبب خلاف ما بين الحزبين الرفيقين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اللي جاء في المرتبة الأولى ب50 مقعد، والاستقلال اللي جاب 48 مقعد، يعني فارق مقعدين. حزب الاستقلال قال بأنه الأولى والأجدر بقيادة الحكومة ما دامت تسمى حكومة التناوب. كلا الحزبين مشاو باش يقلبوا على تحالفات باش يشكلوا الأغلبية، لكن كلاهما رفض لأن الأغلبية كانت كتطلب عدد كبير من الأحزاب في تحالف واحد، وداك الشيء اللي ما استطاع أي طرف منهم يحققه. الملك محمد السادس غادي يلجأ لتعيين شخص مستقل غير منتمي للأحزاب اللي هو دريج جطو كوزير أول. الاستقلال غادي يشارك في حكومة 2002 برئاسة دريج جطو. وبعد ذلك وبعد مرور 50 سنة على قيادة حزب الاستقلال للحكومة، كيعود مرة أخرى سنة 2007 بقيادة أمينه العام عباس الفاسي، وكيترأس الحكومة في هذه السنة.
وهذا الشيء بعد ما فاز بالانتخابات ديال 2007 وتصدرها بفارق مريح عن باقي الأحزاب، جاب 52 مقعد خلال هذه المرحلة. وفي 2011 في ظل التغيير اللي شهدته المغرب وشهدوا العالم العربي بصفة عامة، حزب الاستقلال غيواصل تحقيق النتائج الإيجابية حيث غيجي ثانيا خلف العدالة والتنمية. وفي 2016 غيتراجع شيئا ما وغيجي في المرتبة الثالثة. حاليا حزب الاستقلال كتبان أن هناك بوادر باش يتحالف في إطار ائتلاف رباعي كيجمعوا هو وحزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية. هذا الرباعي اللي كيبدو بأن عندهم حظوظ كبيرة باش يكونوا في الحكومة المقبلة. 77 سنة على تأسيس هذا الحزب، لكن ما مر عليه سوى 6 أمناء عامين اللي هما بالترتيب علا الفاسي المؤسس، خلفه بعد ذلك محمد بوستشا ليأتي بعده عباس الفاسي، وخامس أمين عام اللي هو حميد شباط. أما الحالي فهو نزار بركة اللي هو حفيد المؤسس علا الفاسي وكذلك سهر الأمين العام السابق عباس الفاسي. في كلمة الختام نقول على لسان أحمد شوقي الكاتب والشاعر المصري: أصدقاء السياسة أعداء عند الرئاسة. بهذا نودعكم إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من قصة حزب مع حزب آخر، انتظرونا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.